بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في الدرس الرابع. اليوم عندنا الدرس الرابع من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال. احنا بالدرس السابق خلينا نراجع الحروف اللي أخذناها بالدرس السابق واللي قبله. قلنا هذا الحرف، نبدأ بأول درس، هذا هو يا حرف، حرف ال H. حرف ال H قلنا شوف شلون نكتبه، خطين بعدين صفة خط صغير. هذين دروس هذه ذن حروف مال الدرس السابق. هسه راح نبدي بالدروس الجديد. ال I، حرف ال I قلنا هذا هو حرف ال I، شوف شلون نكتبه. هذين الدروس اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة بالدرس السابق واللي كتبتوهن واللي تدربتم عليهم، احسنتم يا ابطال. هذا هو حرف الاي، حرف الاي هذا هو حرف الاي. طيب هسه نجي على حرف الجي. حرف الجي شوفوا شلون ينكتب، جي، كلكم وياي اقرا جي، شوف جي، هذا الحروف السابقات، وهسه ذن الحروف عندنا الجي والكي والال، هذين الحروف الثلاثة اللي راح ناخذهن هسه اليوم. جي، يلا كلكم وياي، هذا الحرف اسمه جي، يلا يا أبطال، ما أسمعكم تراني، صوت عالي، جي، جي، ما أسمعكم، بصوت أعلى بعد، جي، أحسنتم يا شطار. خلينا نشوفها مرة ثانية، خلينا نشوف كتابته مرة ثانية، خلينا نعيد كتابته، خلينا نشوف شلون ينكتب، شوف، نجرى من فوق هيك النزلة، على اليسار بالضبط، أحسنتم، يلا كتبوا لي، يلا كتبوا لي، يلا يا أبطال، كتبوا لي هذا الحرف، يلا بالورقة وبالقلم، يلا، يلا يا شطار، كتبوا لي، يلا، الكل يكتب، يلا أنا أشوف تعليقاتكم ترى. يلا يا ابطال، مثل بالضبط مثل ما موجود انت تكتب، يلا ما اريد غير شكل. شوف حرف الجي، كل يا قوريا، حرف الجي، الجي، جي، هذا الكابيتال، هسه نجي على السمول، شوف احسنتم، احسنتم يا ابطال، شوفوا شلون ينكتب، خلي بيه نقطه، يلا يلا منو كتبه، يلا يا ابطال منو كتبه، قاعد اشوفكم بالتعليقات، يلا من كتبه هيك بالضبط مثل ما مكتوب تكتبه بهذا الشكل، حرف الجي، الجي، يلا يا شطار يا أبطال، يلا يا مبدعين، يلا حرف الجي، أحسنتم يا أبطال، هذا الحرف شنو هو؟ حرف الجي. يلا أكو بيكم أحد ما كتبه؟ ها عافية بالشطار، عافية جي، أريده بالورقة وبالقلم، ما أريده بالتعليقات، أريد بالورقة وبالقلم، حرف الجي، حرف الجي، حرف الجي، أحسنتم يا شطار. جيد، خلينا ناخذ حرف جديد، حرف الكي، يلا كلكم وياي، كي، 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 حرف الكي، ما أسمعكم، شنو هذا الحرف؟ كي، أحسنتم يا أبطال، حرف الكي، حرف الكي، أحسنتم، الكل قاعد يقرأ؟ جاوبوني بالتعليقات، كلكم قاعد تقرون؟ كلكم قاعد تقرون؟ أحسنتم يا أبطال، حرف الكي، حرف الكي، أحسنتم يا شطار، حرف الكي، يلا خلينا نشوف شلون، هسا قرأناه صحيح، هسا راح نشوف شلون ينكتب، يلا خلينا نشوف شلون ينكتب، جرينا خط لي جوا، شوف، بعدين جرينا هيجي ونزلنا، احسنتم يا شطار، هذا هو حرف الكي، هذا هو حرف الكي. زين هسه راح نجي على السمول مالته، شوف شلون ينكتب، شوف صير شويه اصغر من عنده، حرف الكي، حرف الكي، خلينا نعيده مره ثانيه، حرف الكي، شوف نزل لي جوا، أحسنتم،
حرف الكي. خلينا نشوف مرة ثانية من فوق، نزل اللي جوا. يلا يلا كتبوا لي اياه بالورقة مثل ما كتبته هسه قدامكم. شلون هسه شفتوه بالضبط؟ اريده هيك ينكتب. يلا يا شطار يا ابطال، هيك اريدك تكتبه. يلا اكتب لي اياه يمك. يلا يا شطار، يلا يا ابطال، اكتب لي اياه. ها كتبتوه الكل؟ هسه هسه تكتبوا لي اياه. واحد كاتب لي استاذ انا كتبتهن قبل. لا ما اريد اكاتب لي اياهن قبل، انا اريد هسه هسه تكتب لي اياهن على هاي الطريقه. شلون ما مكتوب قدامك مثل هاي الطريقه بالضبط؟ هسه تكتب لي اياه هسه قدامي، تدرب علي هسه، قاعد نتعلم شلون نكتبه مثل ما مكتوب. اكو طلاب يكتبونه من جوا، طلاب يبدي من جوا يكتب، لا مثل هاي الطريقه. هذا هو حرف الكي. هسه نجي على حرف ال، حرف ال اخر حرف اليوم راح ناخذه، حرف ال. اي الله احسنتم يا ابطال، شوفوا شلون ينكتب. جرينا خط من فوق بعدين نزلنا لي جوا واخذناه على جهه اليمين. يلا يا طلاب، يلا شو اسمه هذا الحرف؟ يلا خلينا نقرا، خلينا نقرا بصوت عالي الكل. كي، كتبنا حرف الكي عفوا. هسه راح نجي على حرف ال. احسنتم يا شطار، ال كلكم. يلا شنو هذا الحرف؟ شنو هذا الحرف؟ حرف ال. احسنتم يا ابطال، حرف ال. يلا يلا حرف ال، شوفه حرف ال. احسنتم كلكم قريتوا، احسنتم يا شطار. هسه راح نجي على السمول مالته، شوفوا شلون ينكتب. هذا هو حرف السمول ال، هذا السمول. يلا كتبوا لي اياها كلكم. يلا يا شطار، يلا يا شطار، يلا يا ابطال، يلا كتبوا لي اياه، اكتب لي اياه مثل ما موجود بالفيديو. احسنتم يا ابطال. يلا وينكم يا طلاب المجموعه الثانيه، وينكم؟ يلا اكتبوا بالدفتر. يلا يا شطار، ال. احسنتم احسنتم يا ابطال، هاي هي طريقة كتابة الحروف. هسه خلينا نروح نقراها. هذا الحروف، هذا الحرف الاول الكل وياي، حرف الجي. الجي مو جي، مو جي ولا الجي، جي. حرف الجي شوف شلون ينكتب، جي. علمتك شلون تكتبه، جي جي جي. حرف الكي، كي. علمتك شلون تكتبه بالفيديو، كي كي كي. ال، ال حرف ال، ال حرف ال، ال حرف ال، ال. احسنتم يا ابطال، حرف ال، ال هذا هو حرف ال، ال. يلا خلينا نعيدهن مره ثانيه، جي كي ال، جي كي ال، J K L، J K L، J K L. هذه هي الحروف الثلاثة اللي درسنا لهذا اليوم، هذه هي حروف الثلاثة اللي درسنا لهذا اليوم. J مو G، J K L. ومثل ما علمتك بالفيديو شلون تكتبهن، تدرب عليهن شلون تكتبهن. راجع الفيديو مرة ثانية وارجع عليهن وشوف شلون تكتبهن يا أبطال يا شطار. J K L، J K L. يلا يا ليان اقري. اي يلا يلا، جي كي ال، شكرا جزيلا، اقراهن. يلا حمودي، شنو هذا الحرف الاخير؟ عافية بالشاطر، يلا شكرا جزيلا، عافية بنرجس. نرجس يا صف انتي،
عافية بالشاطرة، عافية بالشطورة، عافية. عليكم السلام ورحمة الله. عافية بالشاطر، عافية بالشاطر.